لنقاش هذا الموضوع ينضم إلينا عبر سكايب من بغداد عضو المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب عمر الفرحان. أهلا بكم سيدي. أهلا وسهلا بك. كنتم قد أصدرتم في المركز تقريرا وثقتم فيه قتل المتظاهرين والذي جاء بأوامر حكومية بشكل مباشر، ما المعلومات التي اعتمدتم عليها في هذا التقرير؟ نعم، يعني يوم أمس يعني أبلغتنا وردتنا بعض المعلومات من الجنود الذين كانوا في ساحة الطيران وسط بغداد، وأبلغنا بهذه المعلومات بأن اللواء الركن نعمان المالكي قد أصدر أوامره بشكل مباشر باستهداف المدنيين، وأي جندي أو منتسب لم يطلق النار على هؤلاء المتظاهرين السلميين فإنه سيعاقب ويحال إلى السجن، وبالتالي هذه العقوبات والأوامر التي صدرت من هذه الجهة الرسمية وهي اللواء الأول التابع للجيش الحكومي، تعد هذه إقرار بالجريمة التي ارتكبتها القوات الحكومية ضد المدنيين العزل. وكما هو معلوم فإن هذه التظاهرات خرجت بالمتظاهرين أنفسهم لا يحملون إلا مطالبهم على أوراق، وبالتالي هذه الاستهدافات المتكررة ليست جديدة من قبل القوات الحكومية، نعم. وليست جديدة من قبل الجيش الذي يضم أغلب منتسبيه هم من الميليشيات، ولا ريب أن هذه الميليشيات باتت تفتك بالشعب العراقي وبالحكومة أو بالعراق من شماله إلى جنوبه لتحقيق مآرب الدول التي تمولها والدول التي تنتمي إليها هذه الميليشيات. تحدث التقرير أيضا عن أوامر بإطلاق النار على الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف، ما الهدف من استهداف الطواقم الطبية التي هي محمية في المواثيق الدولية؟ نعم، يعني هذا هو انتهاك آخر للقوات الحكومية، حيث تنص المادة 21 من اتفاقية جنيف الرابعة يمنع منعا باتا استهداف الكوادر الطبية، وأن أي استهداف لهذه الكوادر هو يعد جريمة حرب ويعاقب عليها كل من أصدر الأوامر أو قام بإطلاق النار أو قام بالتحريض على هذه الكوادر الطبية، لأنها تعد هذه الكوادر هي مستقلة وليس لها لأي انتماء سياسي وليس لها أي مصلحة في عملياتها، وبالتالي فإنها تعد من العمليات الإنسانية في مناطق النزاع سواء كان النزاع دوليا أم داخليا، وهذا ما تنطبق عليه اتفاقيات جنيف الأربعة وأكدت عليه المواثيق الدولية، وحتى الشرائع السماوية أكدت على أن هذه الفرق الطبية لا يمكن استهدافها بأي حال من الأحوال. ونرى في العراق اليوم، العراق الديمقراطية، العراق الذي أرادته الولايات المتحدة الأمريكية بصفة الاحتلال أن يكون هذا نموذجا في الشرق الأوسط، وهذا ما نراه بأن الجيش الحكومي لا يعير أو والحكومة أيضا معها لا تعير أي اهتمام للاتفاقيات الدولية ولا الشرائع السماوية بتنفيذ وإنفاذ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في شرائعها، وهذا ما تنطبق عليه كل المعايير الدولية للانتهاكات الجسيمة التي تحدث في العراق منذ عام 2003 وإلى اليوم، ولا سيما المظاهرات التي خرجت في أول أكتوبر عام 2019، وهذا يعني هو سلسلة وحلقة من حلقات الاستهداف المباشر للمتظاهرين من 2014 وإلى اليوم. انطلاقا من المعلومات التي تحوزونها سيد عمر، هل هذه الأوامر المتعلقة بقتل وإطلاق النار بشكل مباشر على المتظاهرين أوامر فردية أم أنها توجيه عام صدر من قيادة تلك القوات أو حتى الميليشيات؟ بحسب المصادر وبحسب ما نشر على الإعلان ووفق الإحصائيات ووفق جميع ما تم رصده خلال هذه التظاهرات، وجدنا أن يعني القائد الأعلى للجيش الحكومي وهو عادل عبد المهدي ومستشاريه ونوابه قد أعطوا الضوء الأخضر للقوات الحكومية باستهداف المباشرين بشكل مباشر، وهذا القائد النعمان المالكي أيضا هو يعني من ضمن
سلسلة رسمية يمكن تلقي التعليمات من فوق. وكما يعني أخبرنا بأن القائد الآخر أو رئيس الأركان الرد السريع لم يصدر أوامره بإيقاف هذه التجاوزات وبإيقاف إطلاق النار ضد المحتجين السلميين، وهذا ما يؤكد أن هذه الجريمة هي جريمة مركبة، حيث هناك يعني الركن المادي والركن المعنوي، والركن المعنوي الكل يعرف بأن هناك علم مسبق من قائد القوات الحكومية وعلم جميع الحكوميين والسياسيين بأن هذه الإجراءات الحكومية التي تتبعها القوات الحكومية في هذه التظاهرات على هم على اطلاع ودراية بأنهم سوف يضربون بالرصاص الحي هذه التظاهرات ويلجؤون إلى القوة في تفريق هذه حتى المتظاهرات حتى لا تكون هناك يعني مطالب حقيقية تلبى من قبل هذه الحكومة، أو حتى لا تصل هذه المظاهرات إلى كراسي الحكومة. نعم، ما مسؤولية الحديث عن الحكومة، ما مسؤولية عادل عبد المهدي عن كل هذه الجرائم التي ارتكبت خلال الأيام الماضية في التظاهرات ومع المتظاهرين السلميين، خاصة وأنه هو القائد العام للقوات المسلحة؟ نعم، يعني هذه الجرائم هي بداية لا تسقط بالتقادم، وبالتالي فإن المسؤولية تقع على عادل عبد المهدي وإلى أصغر جيش جندي في الجيش الحكومي وإلى أصغر مسؤول سياسي في حكومة عادل عبد المهدي، هو جميعهم مسؤولون عن هذه الجرائم التي تنتهكها القوات الحكومية بحق المدنيين. نعم. ولا يمكن التذرع بأي شكل من الأشكال أو التفلت بأي شكل من الأشكال بأنهم لم يعلموا أو لم يستطيعوا إيقاف هذه الانتهاكات الجسيمة. ولدينا أمثلة كثيرة في المحاكم الدولية، المحكمة الجنائية الدولية، عندما أدان الطبيب أراد لم يعني يسعف أحد الجرحى، وبالتالي أدانته المحكمة بأنه يستطيع أن يقدم هذه المساعدة بشكل مجاني، فأدانته أنه من ضمن مساعدي الجرائم الحرب منتهكي القانون الدولي للإنسان، وقامت بحبسه لمدة أعوام. وهذا ينطبق أيضا على أي مسؤول وعلى أي جهاز أمني في العراق الذي يستطيع أو بمقدرته أن يوقف نزيف الدم الذي شرعنه عادل عبد المهدي والقوات الحكومية في استهداف المتظاهرين. ولا يزال نزيف الدم إلى الآن هو يجري بمباركة حكومية وبصمت دولي مطبق. شكرا جزيلا لكم عضو المركز العراقي لتدقيق جرائم الحرب عمر الفرحان، كنت معنا عبر سكايب.